والهدف الأول لصالح شباب قسنطينة في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول. هدف أول من لصالح شباب قسنطينة عن طريق المهاجم بن طاهر. مخالفة جد خطيرة لصالح شباب قسنطينة. مخالفة ممتازة جدا لصالح شباب قسنطينة على بعد 20 متر. ابراهيم ديب ويوقع الهدف الثاني لصالح شباب قسنطينة في الدقيقة 32. عيد ابراهيم خطا في الكار يا ابراهيم. والهدف الثالث لصالح شباب قسنطينة من إمضاء اللاعب حداد فؤاد. والهدف الرابع زكريا حدوش